عاجل ورسميا تأهل المنتخب الوطني الجزائري إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المغرب اللي حتكون في 2026، هي كانت في 2025. خاوتنا ربحنا بهدف مقابل صفر بهذا الفوز، ولو عندنا 12 نقطة. الجزائر غينيا الاستوائية لعبوا أمام ليبيريا فازوا باثنين مقابل واحد، ولو عندهم 7 نقاط، الطوغو نقطتين وليبيريا نقطة واحدة. خاوتنا هكا احنا 4 انتصارات تأهلنا رسميا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا الحمد لله. هدف المقابلة سجل رامي بن سبعيني بضربة جزاء اللي كانت رايحة خوتي، الهدف الوحيد. خوتنا في هذه المقابلة ما عندنا ما نشدو غير التأهل. صح في الشوط الثاني شفنا صعوبات، هو شيء طبيعي خوتي، باسكو المنتخب الطوغولي كان حايب يعدل النتيجة باش يخلي الحظوظ تاعو للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا. خوتنا شيء طبيعي، شفنا هذاك الارتباك في الدفاع، هو ماشي شيء طبيعي. المهم مدرب المزية تفطن، دخلنا رضواني من الضروات ولينا نلعبوا بثلاثة ارتكاز في الدفاع، لتما شفنا شوية توازن المنتخب الوطني الجزائري. خوتي الحمد لله تأهل إلى كأس أمم إفريقيا. بارطاجي جام أبوني المتاليكم، والسلام عليكم.